ولن نعيش أبدا أذلاء، وسنبقى رؤوسنا مرفوعة للسماء في كل مكان، وتبقى رايتنا مرفوعة أيضا في كل مكان، يعتز بها كل تونسي وكل تونسية. ولن نبخل أبدا بأن نعمل على مزيد تحرير الوطن من الذين أرادوا أو تنكروا. لهؤلاء الذين ارتفعت أرواحهم للسماء من أجل تحقيق استقلال تونس. إن شاء الله.